عدنا مشاهدينا الكرام، وأفلا يعقلون، ومع موضوع هام أو في غاية الأهمية، مع إبستيمولوجيا العقل الهامشي أو الثقافة والفكر الهامشي. وكنا تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحلقة حول مغامرة العقل الأوروبي في إنتاجه الفكر الهامشي والتحول من المركزي إلى الهامش في سياقاته التاريخية والمعرفية، وكذلك باراديغماته الإبستيمولوجية. الآن لابد من الحديث عن الفكر الهامشي وتجلياته في داخل المجال التداولي للثقافة العربية، مع ضيفي هذا البرنامج الباحث والكاتب والصحفي في الفكر الشعبي والعقل الهامشي الأستاذ مهدي بن راشد. نعود ونرحب بك، أهلا وسهلا بك أستاذ. مرحبا بك. الله يسلمك. الآن بما أنه في الجزء الأول من هذه الحلقة تكلمنا عن الفكر الهامشي بمختلف يعني سياقاته التي ولدته في العقل الغربي، الآن لابد من الحديث عن الثقافة الهامشية داخل المجال التداولي للثقافة العربية. بودي أن أبدأ الحديث من ما عرفته الجزائر مؤخرا من بروز ثقافي على مستوى عالمي، على الأقل إعلاميا، منذ مدة بسيطة فقط صنفت أغنية الراي تراثا إنسانيا لا ماديا عالميا، واحتفت به الجزائر الرسمية وجعلت منه وزارة الثقافة إحدى نماذج أدائها الجميل، بأنها استطاعت أن توصل هذه الأغنية إلى العالمية وأن تكون مركز الاهتمام. منذ 30 سنة فقط، قد يزيد أو ينقص، كانت أغنية الراي تجلي الهامش، كانت أغنية الراي مربوطة بالحانات والعلب الليلية والليل بالضبط، الظلمة لاعتبارات عديدة من بينها ثقافية وحتى سياسية، جعلت في الأخير هذه الأغنية هذا اللون الموسيقي ينتقل من الهامش إلى المركز. منذ سنوات قليلة كذلك، دحمان الحراشي الذي كان يمثل الهامش في أغنية الشعبي وهو من عرف الجزائر بهذا اللون الموسيقي من خلال أغنية يا الريح والمسألة. وهكذا حتى في الجانب المطبخي، الجزائر عرف مطبخها جيدا عالميا بعد أن انتقل طبق الكسكسي باعتباره طبق الفقراء، طبق المهمشي، ودخل قائمة التراث الإنساني اللامادي. لماذا هذه المقدمة؟ حتى ننتبه إلى أن هذا الهامش كان له وجود وبلغ مرحلة عبر بها عن نفسه. الثقافة العربية كان للهامش دور، مركز ركز ارتكز، الركز هو موضع القدم
موضع القدم معناها الأثر. الهامش هو ما دون الأثر. حتى عندما نأخذ الكتاب سنجد ماذا؟ نجد أن البنط الذي يكتب به المتن أغلظ وأكبر وأبرز للعيان من الهامش الذي نحتاج فيه إلى جهد وإلى كثير من التدقيق لقراءته والنظر إليه واستيعابه. على الرغم من أن كل الثقافة العربية، كل الفكر العربي نتج من متن واحد، من مركز واحد. القرآن باعتباره المتن الأساس الذي انطلق منه الفكر العربي الإسلامي هو المتن، وكل ما جاءت به العلوم فيما بعد ذلك كانت هامشا. وعن هذه الهوامش ولدت هوامش أخرى وتحولت الهوامش التي قبلها إلى متون. فثقافتنا وفكرنا دون أن ندرك هو هذا التهميش عن المتن، ثم التهميش عن التهميش، ثم التهميش عن التهميش إلى غير ذلك. حتى في القواميس، من أجمل القواميس التي قرأتها، كان لأني أشتغل على العامية. أنا اشتغلت على العامية. كنت راح نسألك حول قاموس جميل للمستشرق الهولندي رينهارد دوزي، سماه تسمية جميلة: تكملة المعاجم العربية. وهو قاموس في أكثر من 10 أجزاء، 11 أو 12 جزءا تقريبا. تطرق فيه إلى ماذا؟ إلى الكثير من الألفاظ العربية، من الكلمات العربية التي لم تكن في القاموس أو أهملتها القواميس العربية، بدءا من العين إلى لسان العرب. وهذه الكلمات استقاها المستشرق من الكتب التي كانت هامشا، من بينها ألف ليلة وليلة ورحلات ابن بطوطة وغيرهم، ومن بعض القصائد، ومن بعض الحكايات، ومن بعض النصوص، ومن بعض القواميس الأخرى التي اعتنت بالعربية ولكن الذي اعتنى بها ليس عرب، مثل القواميس التي كانت عن الكتالانية إلى غير ذلك، وجمع لنا كما هائلا من الألفاظ التي دخلت إلى العربية ولم يعترف بها لأنها تشكل هامشا. إذن فالفكر عندنا هو تراكم هذا الهامش عن الهامش عن الهامش. ففي الحديث كذلك، الحديث الذي جمع كمدونة نسبت إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، نتج عنها هامش. هذا الهامش هو علوم الحديث من كتب حول الطبقات، كتب حول علم الرجال إلى غير ذلك، فكل هذا هامش. ألف ليلة وليلة كان هامشا، كتاب الأغاني للأصفهاني كان هامشا، كليلة ودمنا، كليلة ودمنا، شعر الصعاليك بالضبط، شعر الصعاليك كان هامشا. نصوص المقامات في بديع الزمان الهمذاني، وحكايات الإسكندري كانت هامشا.
تمثيليات السماجة والكرج في العصر الأموي وفي العصر العباسي. هناك كتاب جميل للدكتور محمد حسين الأعرجي وعراقي درس هنا في الجزائر وكان أحد المدرسي في جامعة الجزائر، له كتاب جميل حول فن التمثيل يتحدث عن حكايات أبي قاسم البغدادي والمقامة البغدادية إلى غير ذلك، الرسالة البغدادية، ويتحدث عن هذه الحكايات التي كانت تنتبه إلى الشعبي، تنتبه إلى الهامشي، تنتبه إلى المهمش، إلى المتحول بتعبير أدونيس، إلى المتحول بتعبير أدونيس. سنجد القصائد النقائض، النقائض سنجد لجرير الفرزدق، ولكن سنجد كذلك قصائد ابن الرومي في العصر العباسي، سنجد قصائد دحبل الخزاعي، رؤبة بن العجاج. السخرية مثلا، الأدب الساخر، الجاحظ، حتى للجاحظ ولغير الجاحظ، كانت طريقة من طرق الانتباه إلى أدب الهامش، ليس باعتباره حالة وفقط، ولكن باعتباره ثورة على المركز، وثورة من خلال السخرية، على اعتبار أن السخرية تعد من أجمل ومن أكثر وسائل الإبداع للنقد، كانت وسيلة جيدة للنقد، تتجلى الآن في ما يسمى بالكاريكاتور والصورة الكاريكاتورية. جميل، جميل جدا هذا التموضع وهذا العرض وهذا التحليل. الآن عندما نتحدث عن الهامش وعن الماركس، إذا كان النص القرآني هو الماركس والمدونة الحديثية أو بين قوسين السنة النبوية هي الماركس، ما دونهما فهو هامش، على استثناء الشعر طبعا، لأن الشعر كان ديوان العرب. الشعر يعني عندما نقول الشعر هو الشعر المقدمة الطلالية وإلى آخره. ما تمرد عن هذه الثلاث، القرآن الكريم أو المدونة الحديثية أو الشعر الكلاسيكي بمفهوم القدماء، هو يعتبر هامشا، حتى نضع السادة عفوا المشاهدين في الصورة لكي يفهموا حول ماذا نتحدث، الهامش والماركس، الهامش والماركس، ربما لم يفهموا، ولكن بعد هذا التحليل البسيط والمبسط ربما يكونون قد فهموا. الآن هل ذكر مثلا الخرافات والأساطير يمكن إدراجه، أو شعر الإلغاز مثلا، أو النكت، أو الأحاجي، أو الأمال يمكن إدراجه في الحقل التداولي والمعرفي للهامش؟ بطبيعة الحال، وفي بعض الأحيان، في بعض الأحيان بل وفي حالات كثيرة يتحول هذا الهامش إلى فاعل، فاعل بالمعنى الثقافي، فاعل بالمعنى الثقافي، ويكاد يصبح مركزا ونموذجا ونموذجا يفسر الأشياء في كثير من الأحيان. مثال، أعطيك مثالا، من بين الأشياء التي تروى في مصر أن قضية رفعت على أحد الذين يقومون بطبع القرآن، ووقع خطأ في التدوين ورفعت قضية، فعندما سئل المخطئ أنه أخطأ قال هذه العبارة بالمصرية الدارجة، هو احنا أخطأنا في البخاري،
دلالة على أنه الحديث الذي كان هامشا بالنسبة إلى القرآن على اعتبار أن الحديث يفسر القرآن أصبح هو المركز. بالضبط، هذه مسألة أخرى. كثير من الشروحات والتفسيرات والفهم البشري للمتن القرآني للقرآن الكريم هو الذي أصبح يشكل الدين وليس القرآن. أصبح الناس يهتمون ويتأثرون ويستجيبون لهذا التفسير على اعتباره هامش لأن الشروع هامش. بالضبط، ليست بالضرورة تعبر عن الفهم للقرآن ليس القرآن. بالضبط، ولكن في لحظة معينة هذا الفهم هو الذي أصبح مركزا تدور حوله كل الذهنيات. تفسير الأساطير والحكايات الشعبية كان لها دور في فهمنا للعالم إلى يومنا هذا، خاصة نحن المشارقة ما زلنا إلى يومنا هذا موكولون في فهمنا بغض النظر عن كل الترسانة التعليمية والمعرفية التي نكون قد اكتسبناها من مسارنا الدراسي، ما زلنا موكولون إلى الحكاية الشعبية إلى التفاسير حتى إعلاميا أصبحنا نثق في التفسير الخرافي والحكاية الخرافية والكذبة أكثر مما نثق في الحدث الحقيقي. إذن الهامش من أساطير وحكاية إلى غير ذلك لها دور في تفسيرنا للأشياء. الآن حبيت نسألك حول العامية، وأنت ضليع ومتخصص ولديك معجم حول العامية ولسيما العامية الجزائرية، كيف أصبحت أو كيف انتقل العقل الجزائري إلى التمركز حول العامية باعتبارها مركزا بعد أن كانت هامش؟ أي، وهذا مهم جدا. المشارقة اهتموا بالأمر أكثر منا. المشارقة اهتموا بالأمر أكثر منا على الأقل من الناحية العملية. المشارقة استعملوا العامية في الإنتاج الأدبي أكثر منا، واستعملوا العامية في السينما أكثر منا على اعتبار أن لهم منتوج سينمائي أكثر منا. فمثلا اللهجة المصرية أو الأداء المصري للعربية أداء مفهوم في كل العالم العربي، يعني السعودي لا يجد صعوبة في فهم المصرية، العراقي لا يجد صعوبة، السوري، الجزائري، التونسي، الليبي، المصري، الموريتاني إلى غير ذلك. على عكسنا نحن، أولا لأن منتوجنا السمعي البصري الذي يصدر هذه العاميات غير موجود. بطبيعة الحال علينا أن ننتبه إلى أن المصريين خلقوا من العاميات المصرية المتعددة خلقوا نموذجا أو لغة ستاندار موحدة لهجة موحدة
ووزعوها على ابداعاتهم الفنيه. ولكن لا يمنع انه اداء عامي استطاعوا ان يدخلوه الى المركز. نحن عملنا ما زال متاخرا مقارنه بهم، ولكن هذا لا يمنع أن هناك سبب آخر، والسبب هو السلطة. كذلك السلطة بعد الاستقلال كانت متخوفة من التنوع الثقافي واللغوي في الجزائر، وكانت ترى أنه يمكن أن يكون عامل تفرقة. لسنا هنا بصدد الحكم على أن هل هذا صحيح أم لا، ولكن هذا التخوف طال واستمر لوقت طويل. الأمر الآخر هو الاهتمامات العلمية بهذا الحقل، وحقل الدارجة والأنثروبولوجيا وعلوم الإثنولوجيا إلى غير ذلك، إلى غاية الاستقلال كانت حقول معرفية كولونيالية استشراقية. فبعد الاستقلال الجزائر في منظومتها الجامعية ومنظومتها البحثية لم تحبذ الاستثمار في ذلك، فغيبت الثقافة الشعبية، غيبت الأنثروبولوجيا، غيبت الأديان المقارنة إلى غير ذلك، وهذا انعكس سلبا على الاهتمام. ولكن المشكلة أين؟ أنه على مستوى الواقع هذا المركز الذي نمط، على مستوى الواقع كانت الأمور غير ذلك تماما، لأن الجزائريون أنتجوا بهذه اللغة، بهذه العاميات، غنوا بها، كان التواصل بها خارج المركز، خارج الإداري، خارج الرسمي، كان بهذه العاميات. بدليل أنه في لحظة فارقة عندما اندلعت انتفاضة الحراك الشعبي في 2019، الشعارات التي رددت والشعارات التي كتبت كلها كانت بالعامية. الأغاني التي رتدت هي أغاني الهامش، أغاني الملاعب، أغاني الأحياء الشعبية، حتى المثقف وحتى المتعلم لم يستطع أن يضع شعاره سواء بالعربية الفصيحة أو حتى بالفرنسية، على اعتبار أنه لغة التعليم هي إما اللغة العربية الفصحى أو اللغة الفرنسية. فلا الفرنكوفوني استطاع أن يفرض شعاره، ولا المعرب صاحب العربية الفصحى استطاع أن يضع شعاره أو تهاليله. وكل الشعارات وكل الأغاني التي غنت في الحراك كانت كلها بأداء شعبي هامشي. في لحظة من اللحظات خرج هذا الهامش من الحيز الجغرافي الضيق المنسي الذي أدارت السلطة ظهره له، وهو الملاعب والأحياء الشعبية، دخل إلى المدينة، إلى المركز، مركز المدينة، اختيار ساحة الأمير عبد القادر، ساحة البريد المركزي، لم يكن اختيارا عبثيا، كان اختيار ماذا؟ اختيار رمز الوسط الرسمي المركز وانتقل إليه. ففي لحظة فارقة
هذه العامية هي التي كانت على سبيل المثال لا الحصر هي اللغة الرسمية في الحركة. أكثر من ذلك قبل أن نخدم قبل أن نختم صديقي وأخي وأستاذنا مهدي بن راشد، حتى الشعب في الزمن المضى كان هو الهامش والسلطة كانت هي المركز، خرج الشعب إلى أرض الميدان فأصبح هو المركز والسلطة تلبي رغباته تدريجيا باعتبارها هامشا. أكيد. أشكرك جدا على هذه الحوارية الماتعة والهادئة والناعمة بتعبير نجيب محفوظ أستاذ مهدي بن راشد، وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، ونلقاكم في عدد قادم من برنامجكم المعرفي والثقافي أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.